حطهم. ما هي خرسك مني يا خرسك هارجي. طب انا على البنكات خدها معلم. هون قدام المحل طلع. هم محل خينا ابو سليم من غليم ندي. يلا بل انت سمك طازه يا سمك. يلا يا سمك جربيدي يا سمك. لبط لبط يا سمك. تعال شوف كيف عم يلعب يا سمك. قرب قرب مرمور يا سمك. يلا يا سمك يا دربيت دربيت دربيت. شو هذا يا فمان؟ شوف يا ابو سليم شو اللي عم تعملوا هون قدام المحل؟ طالع عم بيع سمك يا اخي. بتبيع سمك؟ روح بيع غير هون. شو جابك لهون؟ لا توفي يعني اذا عدنا اربع ساعات هون كثير يا ابو سليم. لك يا فهمان ما كثير، بس لو عم تبيع قدام شي محل مثلا سمينه محل خضره، الواحد بيشتري بطاطا بيشتري سمك بيشتري رز بيشتري سمك، بس ما قدام محل موسيقى كمانجات وعواد وهذا ما بيبسطوا قدامه سمك. لك لو لو اسوي لك يا ابو سليم هلا بدل ما تعملنا هالمحضر الطويل عليك في لك كم كيلو من السمكات وخلينا نكتل كله كيلو بألفان ليرة. شو هذا كمان هالسمكات طالعة ريحتهم كمان انت لا 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 كل شي مقبول منك الا تقلي طالعة ريحتهم. سمك طازة منك سيف وعم بلقت بلعب. يا خيي روق انت وياه. هلا اذا اشتريت منكم هالسمكات كليتهم انا بتحل من هون انت وياه ما بتفرجيني وشك؟ طبعا يا معلم. كم كيلو عنا بالله بعد؟ بعد في 25 كيلو. طيب روح ذلوا يقول لك شو 25 كيلو؟ انا بدي اشتري مهام تتحل انت وياه عن خلقتي. بدك تجيب لي بالبراد؟ لك الكيلو ب 2000 ليره يا ابو سليم. لك عم تطلع تتبلط. شوف شوف نعم 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 هذا كيلو ب 2000. ايوه لك مسأل الله ما احلاه ليك. اهلا 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 اهلا. بدك كيلو؟ ابعنيه ولا الاخ؟ نعم لسه ما بعتني ولا بعتك. ما تفتح تمك. ها انا ما اشتريت يا خيي اصطفل منك الا بيعني اللي بدي شي كليان هيك يخرج هدية. هدالي سمكات هدالي بيتاخدوا للي بيعرف طعم الطمو على المضبوط. قلت لي طازة ما هيك. شوف كيف عم بينط. شوف كيف عم يلعب. ليه كيف بيلعبوا ليك ليه؟ لك لا شايفهم عم يلعبوا لا شايفهم عم ينطوا. شايفهم جامدين اكتر منك. هن مستحيين منك سواي لانه عندهم طلف الخزل بعدهم طالعين طازة من البحر. اه وقديش عم فيها كيلو؟ هيدا مثل ما بعنا للاخ ب 2500 ليرة. ما سمعتك عم تقله 2000. خي ما بده ياخذوا 400 كيلو. بدنا نزب له كل اللي عندنا بالمحل. هلا ما ممكن ترخصنا هن شوي؟ لا 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 ما بنفوت لك 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 عليهم من السمكات. شوف هذا 2000 مسالك. اخر شيء قديش؟ خي شو اخر شيء؟ صدقني ما بيوفوا. اذا بدي بيعك اياهم انا باقل سليكي بيزعل. ومين شريكك؟ انا شريكه. انا صحيح مثل ما عم بيقول؟ صحيح انا وشريكي ما بنحكي الا دغري على طول دغري. يا خيي باختصار بيمشي الحال الكيلو بألف. شو ده؟ بألف؟ لاتني اخسر سليكي اذا كان انا بلفو معي اقل من 2000. الله يجبر. طيب وين هيك؟ هلا لك سؤال. نعم. خذ لك 5 كيلو ب 5000. يلا تحتين. بدي 2 كيلو. بس 2 كيلو؟ بس 2 كيلو. قصدهم هيدي اكلة هيدي ما كل ساعة والتاني بيلتقوا منهم هدول السمكات. هدولي على ذوقك غلتكن. شو طازة؟ هيدا بدك واحد يعرف طعم التمو ويكون مدلل عند اهله ليأكل هالسمكات. بس في ريحه. لا شو ها ليها يا خيي طالع او ساخن طلعي الطلقات طلعي حتي هيك. لا بعد بيطلع له سنتين. فوت يلا هيك تحتان. لمين هذا؟ هذا لا لا مازن تو. ولا ولا لا لي عم تقلي هالحديث. لا بقى ايد الحل ميزان. انا معود ما باخذ شيء الا مازين وقدامي. حاضر يا دخلون. نعم معلم. روح مع الزلمه وذلوا 2 كيلو سمك قدموا حتى يتاكد انه نحن بعثناه هو بايدنا 2 كيلو يعني ما بنغص حدين. حاضر معلم. تفضل يا معلم. سمك سمك لبس لبس يا سمك. سليم ما بقي غير هالكليان خذهم وتحتان على قلبك بعنا زي شباب. طب عم تمد ايدك على الفلات؟ بدي شوفهم. لا معناتها انه انا مني صديق كذاب يعني عم غصك. لا يا فهمان انا بدي امسك السمكه لما انا بشتري سمك بمسك السمكه وبفتحها من خياشيمه وبشمه واذا ما شميتها ما بشتري. اذا سميتها ما رح تسلي. كمان اذا شميتها ما رح اشتري؟ طبعا ما رح تسلي. ايه فاذا ما رح اشتري. لك يا ابو طليم صفر 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 كيف عم يلعبوا لعب. لك 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 كيف عم يلعبوا لك عم يلعبوا لك. رايت العصا تلعب بجنابك. قوم خذ هالفرش من هون وشيل الريحه من هون. انا بدي اشتغل يا فهمان. لك صوفا خد السبيل اللي مساك صوفا وطحفا.
صبها ها تعال انا خلطوه ما تبقى خلطوه ما تمسكها ما تمسكها ما تمسكها لك ما عم تفتح مخذوله مخذوله لك ها ها شو هذا الاحمر شو الاحمر ها غاطين باكل السمك حياتك ما بتاكل سمك يا ابني السمك بده ناس تعرف تعمل طمون وياكلوا سمك ما مثلك هيدا السمك لما بيطلع من البحر بما انه طازه بتحلحل الوانه بتحلحل الوانه طبعا ولا مثل ما انا شايف بالفرش هون هباب اسود ودم العفريت دهنينهم فيه يا محتالين هلا شوف انت لوح كل غال اكلات هيدي الاكلات ما خلصاك هيدي بدها ناس تعرف تاكل لوحي لو راسك لك هلا حل عني واحمل هالفرش وام من هون عم فهمك لك ما بعتنا الصبي زين السمكات يا ابو سليم طوى بالك ليزم الام اللوح ليكو مساك يا معلم ودي هو السمكات لا طبيه هون ما رحنا لعند واحد لنزينهم وعنده ميزان وطلبنا منه لنزينهم الا يشم ريحتهم ويعرفني ويقول لي اوعى تحط السمكات بالميزان حتى الرجال بده يشتري السمكات تركني وهرب سي يعني ما اعطاك سي فاعطاك واعطيك مثل ما اعطاني طبعا هسه ضل اعطاك ايه بتستاهل اكثر من هيك ايش ابو نصر يا معلم ليك جاي صورنا ابو نصر هيك حمال حمال اوام ولا الصوت 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 عم بيزع ابو نصر ابو نصر خليني خليه هلا ازع خليهم روح من لجاز ابو سليم اهلا شوف لي هالمحتال فهمان شو بيعك انت التاني كمان سمك لك يا خيي ام نصره جايه عبالي تاكل سمك ايه شفت فهمان عم يبيع سمك ايه قال لي طازه وهلا طلعوا من البحر صدقته ايه خدنا كليان سمك وصلنا ايه. على البيت ايه. قالت لي مرتي ما بتفوت على البيت لا انت ولا السمكات قلت لها ليش يا مره قال لي جاي قالت لي جايب لي سمك متلج طلعوا السمكات اللي اخذتهم متلجين شفت اللي هو وين راح ليكو راح من هون وين بده يروح منه؟ بحاول بحاول خي يعطيك العافية ليه بعد عندي عافية؟ قولك يا مارا بستحلي شي مرة اجي على هالبيت وما لقيك قلبي خلقتي شوفي يعني ما معي حق؟ لا ما معك حق في افهم من امتين حضرتك بتبعت هيك سمك على البيت؟ سمك؟ انا بعت سمك على البيت؟ كيف ما انت بعتته؟ شخص اجى دق على البيت وقال هالسمكات الكم هذا ما في غير المحتال اللي اسمه فهمين بعته شو دخل فهمين؟ دخل فهمين؟ انا بعرف شو دخله فهمين طمنيني شو عملتي بالسمكات؟ شو بدي اعمل فيهم يعني؟ طبعا كبيت يا انا انا فهمان افندي انا وسهلا شو هالسمكات يا اخي فهمان انت عم تسوي السمكات لك يا تكليف شو بدنا نعمل ما في عندي حدا بالبيت اليوم ايه شو بك حضبوك لا بس انا موضوع شوي لاطي عم يزعني شوي حسلامي حضبوك السمكات يا تكليف شو عجبوني انا كتير بتشكرك على هديه هالسمك طبعا شو هالسمكات بتعرف يا فهمان سمكات بجننوا طازه 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 عم بلعطوا بلعطوا يا فكره شم هذي حسين بجننوا يا سلام فهمان صح شو بخشين موضوع يا فكري لا صعب مزعني كيف عسليم تشرب كبيت ماي بعطيك كبيت ماي تشربين لا 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 ميت الحال يا فكري ليه صدت انه انا بتذكرك وبحبك يا فكري هيدا اللي بدي اقول لك اياه شو السبب بقى تذكرت اخوك شكري بهالسمكات؟ بتعرف يا حسين سكني شو بك فيه؟ لا بس مقرب مقرب جرب ايه؟ ابعت لك انا السمكات لانه ثلاث سلوي كبيره عرف عرف من سمك هلا على الارض خليهم هيك فوق ايه ايه ثلاث سلوي كبيره وبعدين ابعت لك سلوي سمك كبير لي انت بعت شوي لقلك مين بي لاخي ابو نصله وصي لابو تليم انت حبيبي يا سكني طالع عديش انا يسلموا هالديات ايه مثلا هيك سلوي كبيره يسلموا هالديات بتعرف يا فهمان انا من زمان بقول فهمان ابن اصل ابن كرام ابن حسب ابن نسب ادمي بيمشي دغري طيب عالم انت حباب مبسوط مني يا تكلي شو مبسوط ما لو بتعرف شو في بقلبي لك كنت بتقول منا معقوله انا من هلا ورايح يا فهمان كتير لك معزه عندي بقلبي ايه ايه فكري ايه بس انا تكلي بدي اطلب منك طلب اطلب يا روحي تنوم اذا كان صفت ابو سليم ايه طب احكي له بهالسمكات واحكي له بكيف عم يبلعطوا بين ايديك بالمزمه قول له لابو سليم سمكات طازه شو طازه شو طازه
شم هالريحه ما احلى يا سامي. سامي يا سامي يا سامي يا سامي يا سامي يا سامي يا ابو سليم اعطيني الدول اشوف. هي زبط هيدي خلص دوز. لك يستمع الديات يا ابو نصر. في شي غيره يا ابو سليم؟ في هيدا شوف لي كمان اذا دوزينه مظبوط بعطيك الدو. اعطيني الصول هلا. شوف انت تعلم مني. بس هذا حساب تاني. هلا خلص حسابي مع ابو سليم وتحطط انا وياك ابو نطلة. ما تزعل مني. لك يا خيي انت خرجك تبيع سمك. هلا بقى وقفت على ابو سليم عن السمك. ابعت له سمكات فن. كيف هالسمكات يا ابو سليم؟ لك اي سمك. عمل لي مشكله انا والمره بالبيت من هالسمكات اللي بعته. مين كلفك يا خيي تبعت لي سمك على البيت؟ بس بدي افهم مين اللي كلفك؟ ولو ببدل ما قلت لي يسلموا هالديات يا فهمان بعت لي هالسمكات غصيت لي فيهم. هيك عم تحكيني يا ابو سليم؟ غصيت لي بمشكل انا ومرتي وبدي اقول لك كتر خيرك. لا هلا يا فهمان هيدا السمك اللي عم تبيعه بتسميه سمك؟ لك انا ده شو اسمه فليليز ولا بط ولا حمام؟ بسيطة بطلنا نبيع سمك انبسطتوا. وشو ناوي تشتغل؟ ناوي ارجع على شغلتي القديمة. وشو شغلتك القديمة؟ ابلم على ثقل ومن هلا رح ابلش. وهي قاعدة. مرحبا. اهلا اهلا شكرا. مين فهمان هان؟ الحقيقة أنا بحب أشكرك كتير على هالسمكات يا أخ فهمان. هلا أنت أكلت السمك اللي اشتريته من عند فهمان وما صرك شيء؟ شو بده يصير لي؟ يا سيد ثقلي احكي له لأبو نطلة ولأبو سليم عن السمكات اللي بعثت لك يهون وحكي وصلاح ووسح الصلح والصليح. شو بدي اقول؟ يا سلام يا سلام. انا قديش صار لي عايش السم بحياتي كلها ما اكلت مثل هالسمكات. أيوة. يا سيد شكري تقريبا يعني قديش صار لك كم سنة كم شهر ما اكلت سمك؟ من مدة وجيزة جدا جدا يعني من حوالي 10 سنوات. شوف يا ابو سليم انا او اعظم اوقاتي بحب عيش نباتي. أيوة. يعني ما اكل لحوم. معك حق معك حق لازم. صحيح يا شكري مثل ما سمعت انا. بس انا ما سمعت. قال انه ثروتك تقدر بما يبلغ 50-60 مليون ليرة مزبوط؟ شو بدي اقول؟ كيف بدي دافع عن نفسي؟ ولو يا ابو سليم انتو اهلي واخواتي بالحي وبتعرفوني انا من اللي انتو بتعرفوا انا اكل مثل الناس من عم اكل. يا ابو سليم يا ابو سليم شو هالحديث هذا اللي بسم البدن؟ امتى الواحد بس يزيل عندك لهون على المحل بينسم بدنه؟ صح ام لا يا سكلي؟ سامع الحديث سامع. شوف يا سكلي. نعم. هلا طلع بلاطي مطلوع. أين مشروع؟ شو لقيك أعمل أنا وياك مسمكة كبيرة. مسمكة؟ أيوة. وهالمسمكة بتكلف فلوس كتير؟ لا محل فاضي بدون ديكول وشوية سمك وصيب اللادان ثلاثة. لشو هالبرودات؟ مثل السمكات. ما نحن بدنا نزيب السمك متلف ننقعه بالمي مثل نبيعه طازي. وبركة ما نبيع ولا سمكين. مثال هيك بدنا البلاضات حتى ننزع نبضع البلاضات حتى ما نكبه. لك هو الحقيقة مشروع لا بأس فيه. طبعا. بس أنا بدي أدرسه يعني لازم له دراسة. طبعا. ادرسه عمالك يا سيد ثقلي. بس يعني قداس بده دراسة معك؟ حسب بدك تقول شهر اثنين ثلاثة شهر أربعة شهر سنة. سنة. يا غربان وفي بنات حلال وفي منهم كتار مالهم دبار. وغرب يا غربان وفي بنات حلال وفي منهم كتار مالهم دبار. يلي عقله دايب يلي
عقل بارون يلي عقل مكمل اول ما بتتكلل تقعد بصدر البيت شو ما شفت بتتحمل اذا جوزحك مضيع تقعد يوم نعري اذا جوزحك مضيع تقعد يوم نعري ناميت الغير نسوان بيعلق ضرب الخبيط بيطو غرب يا هربال وفي بنت حلال وفي منهم الثار ما لهم دنبار وغرب يا غربال وفي بنت حلال وفي منهم الثار وما لهم دنبار يدي على بارود قلب الشيطان موجود الله يساعدها اسكن جوزة نمرود اسكن جوزة فاجر ميني باجر اذا كان جوزة فاجر بدك ميني باجر كلمة من دو منه هم على ضرب الناجر وغرب يا غربان وفي بنت حلال وفي منهم النار ما لهم قطار غرب يا غربان وفي بنت حلال وفي منهم الدار ما لهم دبار شو هذا بلازي مرحبا فوت يا سمك فوت وش البراجي عودة تقلون هون عودة تقلون هون شو في يا ابني شو في ابو نطلان معذوم عليكن بيعرف يقول ابو نطلان احنا ما بنعرف نكون معلوم ابو نصرة بيعرف يعزف على العود وابو سليم بده يغني بيعزفه مشان يعزفه ايوة عكل حال وهالضمه ما انا حسيدة يا ابو نطلان معلتي تفضل يا ابو سليم نعم بلازي جنة دينا بالدار يعني ناكل منه لا لكن شو بالحبة بدك دينا يا بيخليك واي اطوار كيف يعني بالحبة بدك هذا جايبهم هلا تبيعهم ولا جاي ضيفنا بعد الافطار لا زي بيعها ابن ابو سليم يعني ما بشتري برازي احتمنا ما سمك ما كنت تسلي مني افليليز ما كنت تسلي مني وزين اللي عندك نبيعك بلاضي كمان ما بدك انا ما بحب البرازي احكي لك كلمه يا تكليم ما بتحبي البرازي بدي اعرف شو بتحب انت يا اختي ام سليم نعم اذا بتريدي نفعينا بكم قطعه برازي ولو يا شكري ما بتعرف انه انا كمان ما بحب البرازي كمان انت ما بتحبي البرازي بتعرف يا ابو سليم انه وش مرتك انشف من وشك لا لحد هون وبس ضبط كلامك يا شكري عم فهمك ها يلا مين خلينا بالاهم شو بالاهم لك شو جايين احنا لعند ابو سليم شو جايين مشان نعمل الحسبه الرسمال تبعي وين هو حلو هاي قدام الاول دم هاي ابو سليم وهاي ابو نصر انا متاكد حظك يا شكري فياتي لا 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 ها ما بدي حسابات ها بتحملوا كلاكيشكم وبتطلعوا برا ها يلا لا لا طول بالك يا ابو سليم كرميلي انا ولو خدمه بالعمر ما بتخدمني اياها ما بعرف اعمل حسابات طيب نزلوا يا رضا عمو تفضل هاي ابو سليم حكي يا ابو سليم انا اخذت من سكه 3000 مزبوط لشو اثنين زاد وثلاثه وبرازي برازي البحر 4000 الدهسة بيكون معنا 4000 ربحتوا 4000 2000 لشكري و 2000 إليك مضبوط الغلة الدهسة بيكون 10 و 4 تفضل يا سيدي هذا المصليات اللي معنا صلي صلي عليهم يا ابني هاي كل المصليات يا ابو سليم اللي معنا النزي بنعطي له تكلي ال 2000 تاعهم والعطله اللي ثمنه شو لازم يبقى معي 2000 ايوه ما بيكفوا بنعطي له قالوا الألفان ونزي بدنا نعطيه عطله بيطلعوا 7 وين لحط المصريات؟ ذكرتك لي وين لحط المصريات؟ انت شو معك مصاري؟ انا كل اللي معي بيطلعوا 2000 ليره تفضل اه في دول هني هيدي ال 2000 ليره يا ابو نصله في دول بالرسمه وهذا لي هذا لي عطله بصلوا 12 هني لازم يكونوا 4 ساعات مضبوط؟ مضبوط اخي عيننا منك 2000 نضبط الحساب نخلص هالشغلة شو دخلك انت بهالشغلة؟ ما المصريات كلها هون يا ابو سليم صعبة خذوا على بيتنا انا هاي 2000 يا خي هاي 2000 يا تكلي انت الاساس كله شو بدك انت؟ انا بدي 10000 و2000 ربح 12000 هلا هدول صاروا عطلة منسين نحن منهم 2 3 4 وهي الخمسة هدول صاروا كل من لك صح؟ نطلب كله بالحساب مضبوط ولا لا؟ مضبوط مضبوط هلا لازم يا ابو سليم يبقى معنا 4000 مضبوط؟ هذاني واحد وهي 500 1500 قدامي ايه 2500 طبعا عنا 2500 هنكفي الحساب انا شو دخلني عيره دخل عيره يا عم سليم ناكل مصاري الدرج كله نانا يتوحش على خلوه عيره 2500 يعني فهم علي تكلي شايف تظبيط حساب طبعا مفهوم ثانية تكلي دخل علاقة هذاني مثلياتك هذا اخي كلهم مع بعضهم صح يصير ما بصير شيء ما بصير شيء
انت بقى كيف؟ هذا المصليات هلا قالوا هذول كلهم 14 ألف 14 ألف مظبوط؟ صح ولا يا أبو نصر؟ هلا أنا بدي أخذ 2000 مظبوط وأنت 2000 والثمان عطلة مظبوط مظبوط ولا لا؟ مظبوط في حسابات سيئة؟ لا أبدا هلا بده أبو سليم منا صار 2500 صح مظبوط؟ صح أعطيني 2000 هلا وأنا يا أبو نصر أعطيني منك 2500 تعال كمان روح لا تعزل علي أعطيني 2500 لك شو قصتي؟ هي 2500 غير لك ما بدنا نسكر لك حسابك طيب كيف نسكر الحساب يا ابو سليم؟ بدك تضيعني وتضيع حالك ابو نصر قد صار بدك مني؟ 4500 4500 اعطيني منك 2000 ما بقى معي انا ما معك 2000 شيك انا بدفع عن ابو سليم وحده هاي 2000 هدول 2500 هذا لي 2000 تاعونك يا ابو نصر مظبوط اخي افتلت بزارتك اعطيهم لابو سليم انت وصل لك حسابك ام لا؟ وصل لي وانت وصل لك حسابك صح ام لا؟ وانت حسابك من ضد معه خلف الضوء خلف الضوء خلف الضوء خلف الضوء خلف الضوء خلف الضوء ابو سليم اخذوني المصريات لا كيف هالحساب هذا اللي مرة 4500 ليرة اخذوا فهمين انا اخذوا 2500 واقف لشوف شو 1 2 3 4 5 6 7 800 ليرة عطاني يعني انت راح عليك المصريات وانا راح علي المصريات عمرك ما بدي اصفوا يا فهمين مألوف يا فروج خليك عندك حلوة يا ابو نصر حلوة ايوه خليك فلوس تحلى بلد يا فلان بسباك الحب ابو نصر ما عم بقدر اوصلى ما عم بقدر بقدر اوصلى ابو نصر ايوه وينو ابو سليم ما ابو سليم وصل مشوار صغير هيك ها تبدي على فليليز بقى هلا قل لي انه ما بعرف بستغيث شو هالفليليز هيدا هدول فليليز بلديات بس بدك مين سو يعرف طعم تمه هنا فريليج مثلا وبدك تكون رضياني على امه يا مطلع ما بدي اعطيك فلوس بلدي بس عيونه زلق هيك ولحمه طري شو لحمه طري مفتت بدون تعاتك ليه نقله سو وحده تكون ملفه خدها تك عطيها هيدي الزقلية هيدي عم تحطم عطيها عطيها لا تصلوا الزبد يا ابو نصر 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 لا تصلوا الزبد يا